خليني ابتدي والاسئله لينا كلنا الحقيقه. يعني ناس كتير قالت ان اسماء في الحركه هي المرشحه لتخلف يعني هني سواء الحيه او مشعل او بس في تصورات حضراتكم ايه اهم الاسباب اللي خلت الاختيار يتجه ناحيه السنوار؟ هل هو الانسب للتوقيت ولا ايه؟ اتفضل يا سعاده السفير. يحيى ابراهيم حسن السنوار هو رئيس حركه حماس من في غزه من 2017 سوري، وهو كان سجين في اسرائيل لمده 23 سنه، وتعلم اللغه العبريه ودرس الموضوعات السياسيه في اسرائيل وفاهم المجتمع الاسرائيلي. ومنذ ان جاء الى غزه 2017 وتولى رئاسه الحركه في غزه قام بثلاث حاجات: تصفير صفر، يعني تصفير المشكلات في داخل غزه ما بين الفصائل والقبائل هو عاد في فصائل وقبائل، ما عادش في غير فصيلة. لا، كان في مجموعه كبيره جدا من الفصائل المتشعبه اللي موجوده في قلب غزه، تفكت كلها الاشتباكات اللي ما بينها. نمره 2، عمل نوع من ما يسمى وحده الساحات، بدا يعمل اتصالات بالمقاومه او محور المقاومه في اماكن تانية ووحد الساحات. نمره 3، حل المشاكل الداخليه والخارجيه، يعني كان في شويه مشاكل مع مصر حلها، في شويه مشاكل مع سوريا مع الحركه حلها. فهو داخل بفكر فاهم هيعمل ايه ومخطط هيعمل ايه. ومشكله السنوار ان هو لم يرتب للمستقبل بشكل جيد، هي دي المشكله. السنوار عنده رؤيه للمجتمع الاسرائيلي، عنده رؤيه داخليه للحركه نفسها، بدا بس عنده تصور لطبيعه المستقبل. انا ما اعتقدش ان الفتره دي هو عنده تصور للمستقبل، لان هو واقف في مشكله، هو دلوقتي محتجز في مشكله كبيره جدا، حلها هيتم ازاي؟ يعني هيعمل ايه الفتره الجايه؟ هل هو واعي للاتمان؟ انا فاهم طبعا ان كل ما حدث 7 اكتوبر حرك القضيه وعمل كذا وكذا، لكن هذه اتمان باهظه. تمن غالي جدا طبعا، دمرت غزه ده بيقال ان بعض الهدم اللي فيها محتاج 14 سنه عشان يطلعوه، و10,000 واحد تحت الردم، البلد مدمره يعني، والناس ملهاش مستقبل، ما اتقضى على المستقبل اللي فيها. فانا اعتقد كان في نوع من عدم التركيز ممكن. طيب هنا هل دي اسباب دعت لاختيار السنوار؟ لا، هو المرحله دي قاده حماس شايفين ان هم محتاجين واحد ذو خلفيه عسكريه او قائد عسكري ويدير الدفه السياسيه في نفس الوقت، وبالتالي تم اختيار يحيى السنوار.